ما تغيري التركي اللي انت عماله تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانية. هقول لك ايه، ما انت جاهل، ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتع. هو ده تركي يعني؟ امال ايه؟ لو انت وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف. اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيه، امبارحة ما نمت بنوم. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على التركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمك، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات دي. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت، يكون برنسس اللوكا بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. بابي حبيبي. على عشرة غرازي. حبيبي. عشتيني. حبيبي يا بابي. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوة عزيزة يا اساتذة. مين دي؟ كوريا يا بابي. الله يعز مقدارك يا بنتي. ربنا يخليك، احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، وخصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. قلنا لك كنت عايز اهتم ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله ده هايدي هانم دي هتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا؟ مين الهانم دي؟ الهوانم من المره الجايه نجيب شويه هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. اه الشاي ده معمول بمية معدنية. مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بصي هايدي يا حبيبتي، يا بنتي انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. أنت بتشاور ليه؟ ها؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. أنت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. أهلا وسهلا. أنت بتروح الحجاز؟ اه بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله يا ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم لسعد. اه نجيب له ميه زمزم لسعد. حاضر حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لسعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. يخرب عقلك ياض يا كنتاكي، ده انت بسبعة ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه، برضك المزه قويه وشديده. كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون. اتسد يا عم ولا اتسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه. دوستين ثلاثة منك وهتليها سلك. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقة حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذة هات لي هدية. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجة ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعة خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه سبع نجوم، انما ايه، من بتوعي الحلاوة يا مواطن. قفل الليلة دي واطلع البس الحتة الزفرة وانزل لي، هعيشك ليلة ملوكي، ليلة مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هايدي، حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكال اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش، البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شبهه؟ انت احمد بس، احمد بس حبيبتي. ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. ها؟ لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حريمنا ملهمش في الجمعيات النسوانيه والحاجات دي خالص.
نسوانية انت بتقولي انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجة، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود كيف يعني يا ست هايدي كيف؟ كيف دي بقى هقول لك عليها واحدة بواحدة يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب خطوة بخطوة، يعني انا مش هعرف اعمل حاجة من غيرك. هو انت ناوية تعملي ايه؟ ممكن تفهميني؟ ناوية اعمل حاجة زي الحاجات اللي انا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس انا يعني احتاج شوية تمويل للمشروع ده يا بابي. انا حبيبتي تحت امرك، اللي انت عايزاه ابعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، انت عارفة رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، انا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو ايجار المحل وشوية البضاعة اللي هجيبها. كنا هنعمل المحل بتاعي. اتلهي اتلهي. اخرب عقلك انا وين في ايه؟ ايه يا نوال؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني. خلاص يا نوال انا مش فاضيلك. بسال عليك عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. اتجوز؟ اتجوز مين؟ وانش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا فين هيجيب لي دره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيما، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وبيع سختي وناخد شقة قانون جديد في ايوتها حتة غير الحتة النكسة دي. ونتجوز انا وانت. نتجوز؟ انت اتعطلت يا نوال؟ يعني احنا لما نتجوز هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا ابراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ انا لو وديتك ولا جبتك يا نوال فاقد الشيء بيدور عليه، انت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة اكبر من اللي قبلها. انت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع. كنت في الجامع واستحرمت اكلمك. جامع؟ انت هتتوبي يا نوال ولا ايه؟ يبقى ادعي لنا معاكي. سلام. ام سوكا ام سوكا. مين؟ مساء الخير يا ام سوكا. اهلا مساء الخير عليك يا اخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله. معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا اخويا ولا تعبتني ولا حاجه، تعبكم راحه. على فكره انا جايب لك معايا حتتين لحمه، حتتين موزه يستاهلوا بقك. موزه؟ النبي انت راجل امير، طول عمري اقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز ايه بقى يا نوال؟ فين دلوقتي نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره كل كام يوم كده هجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندك طلب صغير قد كده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عينيا دول. قول قول عاوز ايه. طبعا انت سمعتيني وانا بقول اني عاوز اتجوز. ها حقك. الله ده انت راجل والراجل له اربعه، انت يا دوب استهلكت واحده بس، فاضل لك التانية والتالتة والرابعة. المشوار في أوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسة. ألين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات قريبة كوريا. جمالات يا أخويا، وانت كنت عرفتها امتى وشفتها امتى؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحارة وبلاش كام يوم. الله، امال انا جايلك ليه يا ابو شوك؟ عشان تلياني دماغ العروسة وتفهميها ان المعلم سلومة من كبارات الحتة، وان هبسطها واريحها وكل طلباتها مجابة، وكمان بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها ايه. هديتك عندي يا ابو شوك جلابية وجزمة وباروكة. يا اخويا هات لي موزة. وماله موزة؟ موزة اتفضل يا شيخ. يا اهلا نورتنا وانستنا والله. اتفضل يا ساتر. اتفضل يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخباركم وشحوالكم؟ عساكم بخير ان شاء الله. الحمد لله. من دول يا شكري؟ ده الشيخ عثمان اللي في الخليج، اخو اللي كان متجوز جمالات بنت اختي، ودول اولادها وجايين يصلحوها بكلمتين يعني. لا ده انا لازم اجي اسلم عليه بقى. لا
الست يعني ام سوق. انت حلال، انت حلال، لازم تسلم على الناس كلها. اتفضل. اهلا وسهلا يا سيدنا الشيخ. والله العظيم احنا اول مره يخش في منطقتنا شيخ عظيم كبير كده مالي هدومه زي حضرتك، يعني احنا اخرنا الشيخ ناصر بتاع الجامع. الاقي شايله قطه ميته في ريحه غريبه. لا اللحمه بتاعتي لحمه. اما اقول لك انا عاوزه يعني سبحه كده من اللي هي بتنور الحلوه ده، هي بتنور في الضلمه، ولا ريحه العود معاك؟ والله ما يغلى عليكي، بس هالحين ما عندي انا مصاري. انما لو انت حبيتي، يعني لو حبيتي ممكن الله ايدي مصاري روحي جيبي العود اللي يريح.